تم هذه الجمعيه اللي كان الولد ديالي كيحب مع الدفاع وكيمشي مع مع مزمهور كيمشي كيتفرج وكيجي وقعت لي حالي دار جيت 2018 5 صار 12 جيت لارمون داروا كسيده مات ماتوا 5 بقاو 3 كانوا يتفرجوا الدفاع مع الوداد الوداد كربع جديده بجوج لواحد الوداد بحال جديده جاو ناصطين ها عندو ولدي عندو زيد في 2004 عندو 15 عام تعرف 15 وكان عندي زيد عندي جوج عندي واحد كبير انا انس واحد بدر بحالي وهذيك مات ليا قافيه انا لله وانا راجعون ربما صبرش والله مع صابرين والحمد لله وكنشكر رئيس ديال المكتب ديال الدفاع الجزائري هو تعاون داروا عشاء داروا عشاء وقاموا واجب وعطاو شي بركه بحال مصائب ولكن باقي واحد المشكله اللي عندنا ديال لاسورانس اللي مخرج لاسورانس ديك السيد ديال الدراري باقي الان من 2018 5 درنا دعوه للمحامي وراه باقا تم راه دار في الدار البيضاء في الدار البيضاء وباقي ما عطاش ديال لاسورانس 5 اللي ماتوا باقي ما عطاوش حق الفلوس لاسورانس ديال الدراري ان شاء الله.